الأمر المحزن. فنانة شهيرة بأسلوب غير لائق عن الشعراوي الجليل، وتدعي بأنه شيخ سلفي، وما قاله في حق النكسة كلام لا يستطيع أحد أن يصدقه. إلهام شاهين قالت: أرفض تقديم سيرته الذاتية والمفروض نقدمها عن العلماء. قالت الفنانة إلهام شاهين إنها ضد تقديم السيرة الذاتية عن الشيخ متولي أو محمد متولي الشعراوي، مبررا ذلك أنها شاهدت فيديوهات صادمة له في أحد اللقاءات عن المريض، حيث قال: مش لازم تعالجوه عشان ما تأخروش لقائه بربه. وهاجمت الإلهام شاهين بتصريحات صحفية الشيخ الشعراوي قائلا: ليه نقدم سيرة ذاتية ليه؟ مفروض نقدمها عن العلماء. وأوضحت الفنانة إلهام شاهين أن والدها لم يكن راضيا عنها لآخر وقت لتعرضها للمشاكل والمضايقات بشكل دائم، مؤكدا أنه تعرض لمرض خطير آخر في حياته أو في آخر حياته، حيث أصيب بتليف في الكبد وكان يرفض الطعام، وحاولت معه بهذا الأمر إلا أنه رفض أن أطعمه لدرجة أنه ألقى الطعام بيده على ملابسي. من جانبه علق الإعلامي خير رمضان على التصريحات اللبنانية، وهاجمت فيها الشيخ الشعراوي ومنها إنها ضد تقديم سيرة ذاتية للشيخ الشعراوي لرفضها جميع آرائه، معقبا: هي حرة ولكنها تتصادم مع الجمهور. وأوضح غير رمضان خلال تقديم برنامج حديث القاهرة المذاع عبر شاشة القاهرة والناس أن الفنانة إلهام شاهين حرة بتصريحاتها، وإنها راضية عن عدم الإنجاب لأن الفن أهم، مؤكدا أن لها كامل الحرية، وطبقت هذه الفكرة على نفسها. وأشار خيري إلى أنها تتصادم مع الكثير من المواطنين والجمهور ما خرجت به من تصريحات، موضحا أنها بتصريحات ضد فكرة أن الشرع يعطي للرجل حق الزواج من أكثر من واحدة، تتصادم مع الجميع، وهذا خطأ وهذا شرع ولا يجب أن يتم الحديث عنه كثير. وصادم جدا ما قالته الفنانة إلهام شاهين أيضا في تصريحاتها عن الفنان عن الشيخ المتولي الشعراوي. أثارت الفنانة إلهام شاهين غضب الجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة والتي تحدثت فيها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقالت خلال تصريحات إعلامية إنها ترفض كل الرفض التام تقديم السيرة الذاتية عن الشيخ الشعراوي، وترى أن جميع آراءه خاطئة. وقالت إلهام شاهين إنها شاهدت فيديوهات كثيرة صادمة، وكتب أحد المعلقين أنها هي حرة في رأيها لكن تصريحاتها غير مسؤولة. فالشعراوي شخصية وطنية وإسلامية كبيرة، لا يجوز إهانة آرائه. وكتبت أيضا الفنانة إلهام شاهين أنها تحاول لفت الأنظار إليها بتلك التصريحات الرهيبة، لكنها ارتكبت خطأ كبير. فالشعراوي شخصية محترمة لا يستحق أن يهان. من جهتها دفعت الفنانة إلهام شاهين عن تصريحاتها بشأنه، مؤكدا أنها تحترم الشيخ الشعراوي كشخص ولكنها تربط آراءه. ويعرض الفنانة إلهام شاهين مؤسسا وقوة في آراءها، كما أنها تعرض لها هذه الأيام مؤخرا مسلسل الفريدو
ويشارك البطولة الفنان أحمد فهمي، ويحقق هذا المسلسل نجاحا رهيبا ملحوظا منذ بدء عرض الحلقات. وأحبائي وأعزائي، إيمان العاصي تتصدر الترند بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق. تصدرت إيمان العاصي حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان أسود قصير وجريء ومكشوف الصدر والأكتاف وسط تفاعل الجمهور. اقرأ، تكشف لأول مرة تفاصيل مرعبة حول تعرضها للتحرش، وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل واسع مع الصور ومقاطع الفيديو أشادوا بجمال وإطلالة إيمان العاصي. وانهالت التعليقات على منشور إيمان العاصي، حيث كتبت إحدى المتابعين: إيمان العاصي ملكة الجمال، كل إطلالتها رائعة. وكتبت شخص أخرى: جمال العاصي لا يوصف بستانها، رائع. وكتبت إيمان العاصي: دائما متألقة. ولكن نعود مرة أخرى لما قالته إلهام شاهين عن الشيخ الشعراوي. لماذا هاجمت الفنانة المصرية إلهام شاهين الشيخ الشعراوي الجليل؟ وهل يحق لها أن تقوم بكل ذلك؟ حقا، إنها تحدثت الكثير والكثير. إلهام شاهين تفجر قنبلة كثيرة، إنها تقول: علق الإعلامي خير رمضان، وأوضح خير رمضان بأنها راضية عن عدم الإنجاب وعن تصريحتها. وقالت أيضا: وسبق وأن تحدثت عن والدها الراحل لافتا أنه لم يكن راضيا عنها، إلى جانب انتقادها طريقة بعض الشيوخ في نصائحهم وزواج القاصرات. أيضا: إنها المفاجأة الكبرى. إلهام شاهين تقول كلام غريب: أنا ضد كل فيديوهات الشعراوي. أعلنت الفنانة إلهام شاهين خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلام علي ياسين عبر قضية: أنا ضد تقديم سيرة ذاتية له، لأني شفت فيديوهات كانت صادمة، وأنا ضد كل اللي فيها، زي مثلا رأيه في ضرب الأزواج وأنه مباح طالما الزوج شاب عورة الست، وإن الراجل اللي يتجوز ست مسيحية ما يودهاش ولا يعيد عليها في عيدها. وتابعت إلهام شاهين قال عن المريض: مش لازم تعالجوه عشان ما تأخروش إنه يشوف ربه. كلام مذيل، كلام صعب. وخلال اللقاء تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن عدم إنجابها للأطفال، قائلة أنها راضية عن هذا الأمر، خاصة وأنها لم تكن شخص مسؤول عن تلك الفكرة. وأضافت إلهام شاهين: راضية جدا عن هذه الفكرة، بتقول: عايز أكون حرة وأعيش لفني. الفن بياخد وقتنا على أولادها. وأشارت كمان إلهام شاهين إلى أنها لم تكن نادمة عن فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية، ويمكن أن تمارسها مع أشقائها وأصدقائها المصري المقربين، لأن العطاء والتضحية موجودين عشانها. وكمان إلهام شاهين ذكرت الحادث لما الشيخ الشعراوي سجد للأرض لما حصلت النكسة، وإلهام شاهين يعني درس قاسي جدا جدا، والجمهور مش هيسيب إلهام شاهين، بيديها درس قاسي بعد تصريحاتها. علق عدد كبير من الجمهور على تصريحات الفنانة إلهام شاهين بعد حلولها لبرنامج كتاب الشهرة. وأعلنت الفنانة إلهام شاهين عن رفضها لتقديم السيرة الذاتية. بص على التعليقات، كل فترة ربنا يذكرنا بالشيخ الشعراوي عشان تفضل سيرته ونفضل نترحم عليه. سبحانك يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل، لن تنالي من القمم مشيئته. وانت مين علشان يكون ليك رأي ان يكون الشيخ الشعراوي قصة عن حياته؟ الله يرحمه ويغفر له خطاياه
ويسكنوا فسيح جناته. انت واحدة بتنشر الفسق والفجور وبتتكلمي عن الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي. واحمد سالي غالي بيقول اللهم نسألك ان تترحم وترحم وتقبل للشيخ الشعراوي. وسارة بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. رانيا بتقول مين انت عشان تتكلمي عن الشيخ الشعراوي الجليل، رحم الله شيخنا الفاضل وادخله الجنة. في منار عبد الرؤوف انت مين انت اصلا عشان تقيم الشيخ الشعراوي، انت لو اتسألت عن الشهور الهجرية مش هتعرف تجاوبي، رحم الله وغفاره شيخنا الجليل. سارة حسبي الله ونعم الوكيل. رانيا مين انت عشان تتكلمي. منار عبد الرؤوف نفس الكلام الحاج شعبان. ويذكر ان اعلنت الفنانة الهام شاهين عن رفضها فكرة تقديم السيرة الذاتية للشيخ الشعراوي ممكن ونشوف، وبتقول انا ضد انه يقدم، انا ضد انه يتكلم عن ضرب الازواج، الراجل خلاص راح قابل ربه، انا ضد ان هو يسجد وقت النكسة ويتكلم الكلام اللي قاله ان هو سجد مجرد هزيمتنا امام اسرائيل. حقيقة امور عجيبة وامور غريبة، واتمنى دايما الخير لهذا الشعب العظيم، شعب مصر الكبير، شعب مصر اللي دايما بيكن كل احترام لشيوخه الافاضل، ليس تعصبا وليس عن جال ان نتحدث وان نتكلم عن هؤلاء الاشخاص. يعني دول ليهم مقامهم وليهم قدرتهم، ومهما كان وهي عايزه تقول ان هو شيخ سلفي وبينقد وبيركز على معاقبه او ضرب السيدات من الازواج، لكن هذا كلام غير منطقي وغير مقبول بتاتا. خليكم معايا وانتظروا المفاجاه الكبرى والبث المباشر، ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم امين. لا تنسوا اشتراككم من قناه الملكه.